الوصف يعني مردود على أن وصف حاجة معينة أو شرح حاجة معينة. راعي الوصف هو اللي اخترع المسألة أو هو اللي طاح في المشكلة وطلع منها أخير شيء منها أو الاستفادة منها. فنحن نقول المتوصف دخل في تجربة معينة في الدنيا أو في الحياة وسوى جملة اعتبرناها نحن مثل أو مقولة نحن نمشي عليها. متوصف لعبد الله حمدان بن دلموج. بحري وحطونه وخذة على بحرية مثل ذبحهم، هذا من أجمل الأمثال اللي كانوا الأوليين يعني يقولونها لنا، ويقولونها يعني واضح من الخبرة عندهم أنه بالفعل هاي يت عن طريق التعامل ويت عن طريق الخبرة اللي اكتسبوهم في سنينهم كلها طبعا وشافوها ويحذرون منها. غالبا ما يكون بحري اللي هو العامل على السفينة يسمونه بحري، وبحاحير أو بحرية تراهم هاي الربعة، ونوخذة تراه قائد سفينة. فهم سبحان الله يوم يجون ينتقدون أمر معين، وهذا شيء عالمي، هاي نصيحة عالمية، أن إذا تي تحط قائد أو تحط يعني مسؤول، حط مسؤول يعني رابع المسؤولية، يعرف المسؤولية، يقدر على المسؤولية. المشكلة يوم تي وتحط واحد مب عارف للمسؤولية وتحطه مسؤول، فشو يسوي؟ يتكبر على جماعته، يتغير على رفاقته، خصوصا إذا كان من نفس البيئة من نفس المكان. فهو يومي واحد ويحطونه ويصير شو يسوي؟ يعني يزيد التعب على ربعه، مع أنه هو عايش ياهم وعارف تعبهم وعارف خبايا أمورهم، إلا أن من يحطونه مسؤول رد يسوي دور المسؤول على ربعه فيزيد عليهم. فقالوا يعني شكل اللي حذرون، حتى اللي يسمعه يتحذر، أنه يقول بحري إذا يا واحد من نفس المكان حطوه مسؤول وتكبر عليه وجبرين، قالوا بحري حطوه على بحرية مثله ذبحهم، إن زيد عليهم الشغل، ما خلاهم يرتاحون، يعرف عواقهم كلهم، يعرف اللي حشوا بطنهم كلهم، ويعرف مشاكلهم اللي يسوونه، فهو يقبضهم قبضة اللي هو النوخذة الأولي أصلا ما يعرفهم. فهو دائما هي انتقاد وتحذير، من أنت إذا حطيت حد من نفس البيئة لم تحطه تكون دار سنة، تكون معلمنا مهيئنا، ما بتحطه بس جيسي برد غيظة فيهم الأولين يوم يشوفون واحد تغير بس من مجرد أن نرفعه قال أو على مسؤوليته، قالوا بحري حطوه نأخذ على بحرية مثل الذبحه. متوصف ماضي وحاضر ومستشرف.